بسم الله مع اخر فيديو في بارتي بروغراماسيون ستركتوري لامتحان مرور من السنه الاولى الى الثانيه 2019 فوالا، والهدف ديالنا هو كتابه خوارزميه. اذا ما دمت درست الموديول 180 ساعه فانك قادر على كتابه اي برنامج بدون الرجوع الى الخوارزمية، وبالتالي يمكن كتابة لونغا باللغة السي ثم ترجمته إلى خوارزمية بطريقة سهلة جدا. إذا سننتقل منها، إذا لدينا متغيرات، جميع هذه المتغيرات عبارة عن إنت يعني إكس وإيغراغ وشوا وتست وإس وإي، يعني سنقوم بكتابتها يعني إن شاء الله في الخوارزمية، وبالتالي سأقوم بفتح صفحة جديدة. فوالا، اذا اول شيء ساقوم ب variable كما قلنا variable او متغير، ثم ساقوم جميع الفاريابلات x فاصلة y فاصلة e فاصلة s فاصلة الخيار اللي هو عبارة عن x كاملين او نونسيي، يعني على حسب الاستاذ، على حسب سانتاكس اي استاذ. ليس هناك سانتاكس موحد 100% بالنسبة للخوارزميات، لأن الشيء الموحد يوجد في لغات البرمجة، حيث أن هناك كومبيلاتور يقوم بتصحيح الأخطاء. وبالتالي فاريابل إكس إيغراك إي إس شوا سنو إس فوالا، سأقوم بأي برنامج يبتدي ديبي كما قلنا ثم فان فوالا. سأقوم ب برمجة دو وايل، وبالتالي ريبيتي جيسكا، إذا دو فوالا جيسكا، لاحظ بأن دو جيسكا، سنقول إذا فوالا، إذا سأمر دو فيغ، فيغ مثلا على حسب السنتاكس، فيغ كما قلنا هنا فيغ جسكا بين قوسين، يعني شوا هنا لن نستعمل العكس، يساوي ثلاثة تساوي واحد تساوي ثلاثة. ثم سأقوم بإكرير لير، إذا سأقوم بكتابة هذا المنيو، إذا لكي لا أضيع لكم الوقت سأقوم بإكرير إكرير إكرير إكرير، إذا سأقوم بتوقيف الفيديو. إذا وصلنا إلى سويتش، يعني سولو، إذا سولو سولو مثلا لو شوا، فوالا سولو لو شوا، نكتبو هنا فان سولو على حسب الأستاذ على حسب صوانا. إذا ك الحالة الأولى نستعمل ك واحد، ولا سأستعمل إن شاء الله ك اثنان، ثم أستعمل إن شاء الله ك ثلاثة، ثم أستعمل ديفو باغ ديفو ديفولت. إذا حالة ك يساوي واحد، ثم ك يساوي اثنان، ثم ك يساوي ثلاثة. إذا بالنسبة لكيس 1 سأترجم برانت أدخل إكس، ثم سأترجم لبوكل ريبيتي، ثم سأعطي تست إيكالا واحد، ثم بريك أو سورسير. إذا إلى حين كتابة هذه سأوقف الفيديو لكي لا أضيع لكم الوقت. واحد كسبنا هذا، أعطي قيمة إكس فيغ جيسكا إيكراك كبر قطعا من إكس دوني إيكراك لير إيكراك، عندما سيكون إيكراك أكبر إكس سنخرج، ثم سنعطي قيمة تست تساوي واحد، ويمكن أن نضيف تست إيكالا صفر في أول البرنامج، في أول البرنامج. إذا بقي لي الخيار رقم اثنان، الخيار رقم اثنان سأستعمل فيه الإعادات، إعادات إذا كان سي كونديسيون سينو
Voilà. Tu me 5000 pour i égale à x hatta i s affectation i s زائد i. Tu me 5000 باقي الخيارات. إذن لحين سأترككم أن تكملوا هذه الخوارزمية. أستاذكم الخوارزمية جميلة جدا اللي إذن أدعوكم لتتمة الخوارزمية لأننا تطرقنا إليها في القناة خصوصا في البلاي ليست الخاصة بتعلم لغة السي من البداية للاحتراف أو سلسلة أخرى اسمها ألغو ألغوريتم أند سي 2020 بالمغربي. قمنا ب 30 فيديو أو 40 وتتضمن بعض تتضمن أغلب التمارين الكلاسيكية التي توضع في الامتحان. إذن عنوان القناة سأذكركم إخوتي الأعزاء، عنوان القناة هي www.youtube.com/c/prof نورتين باي بروف ليس المهم هو الخيارات أو المهم هو أن تجد تمارين وحلول لجميع الوحدات التي تدرسها داخل المعهد. إذا الحمد لله سنتطرق عند نهاية الوحدة برمجة الكائن أو البروغراماسيون أورينتي أوبجي وسنكمل الحل إن شاء الله، وعندما نصل إلى لغة النماذج الموحدة UML سنقوم بحل التمرين الخاص بUML. وعد إن شاء الله. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.